وجينا المعرض أنا عربية، المكان اللي جمع كل محبي الفن والمصممين من كل أنحاء الوطن العربي، أكثر من 250 مصممة تحت سقف واحد حتى تاريخ 15 نوفمبر. فعالية المرأة العربية واللي تضم مجموعة من أهم المصممات العربيات في عالم الموضة والجمال، وبمشاركة أكثر من 250 مصممة ومبدعة من المملكة والوطن العربي. أنا عربية هو منصة حاضنة لأكثر من 250 مصممة عربية وخليجية وسعودية تحت سقف واحد. طبعا هو هذا المعرض الأول كجزء من موسم الرياض. نحن اليوم نحتفل بثاني يوم من النجاح الباهر اللي حققناه، ولله الحمد من أول يوم. أنا عربية يقدم جوائز في 7 نطاقات للفنانات والمبتكرات في الوطن العربي في مجالات مثل الأزياء، مثل التصميم، الجلديات، المجوهرات، في جوائز إلى 700,000 ريال، كلها مقدمة للفنانين والمصممين طبعا حسب كرايتيريا حددت مسبقا وبلجنة تحكيم عالمية. ولله الحمد نحن نطمح في أننا نصبح الجهة الحاضنة للمصممين في العالم العربي، ونكون جزء مكمل لهذا النجاح المبهر سياحيا وترفيهيا في موسم الرياض. المميز أن جميع المعروضات تتكون من مواد المنطقة العربية بتجربة جديدة وعالمية يضمها موسم الرياض. فريق أنا عربية قام في جولة في الوطن العربي واخترنا مصممين في نطاقات مختلفة. طبعا أنت زي ما تشوف احنا واقفين في محل متخصص في الإضاءة في النحاس لفنانة مصرية مهمة جدا، هي اسمها الفنانة رندا فهمي. فنانة أبدعت لسنوات، لها تجربة أكثر من 50 سنة في مجال الإضاءة، تشتغل في فلوريدا، في شيكاغو، وسوت أوتيلات عالمية. عندنا فنانين كبار من الوطن العربي، احنا جبناهم كقادة لهذا البرنامج او هذه المنصة الإبداعية، لنتعلم عشان المصممين اللي في نصف الطريق واللي في بداية الطريق هذول يكونوا قدوة لهم. هذه المنظومة اللي احنا قدرنا نشكلها بين الإبداع العربي كان لها تأثير جدا إيجابي على كل الحاضرين، لتبادل الأفكار وتبادل الآراء واكتشاف بعض والتعلم من قصص بعض كذلك.